اللي استعملوا جزيل ان الناس كانت ممكن معاجلنا انا ممكن لازم يخرجوا من الناس اللي هم فيها رغم ان احنا مقدرين الظروف اللي كانوا فيها والموقف اللي كانوا فيه احنا مشفناهوش لكن هم اللي حاسين بيه اكتر مننا لكن هم لازم الحياة لازم تستمر هم لازم يحاولوا من الحالة النفسية والمعنوية اللي هم فيها كابتن حسن وبقول دايما يا رب يسطرنا ويدبر اسر الشهداء ابرز الكلام قلت اللعيبه قلت اللعيبه ايه نعم ابرز الكلام هو ده ما هو ده الكلام اللي عطانا مش هنتكلم معاهم في لوحه فنيه هيكون احنا معنويه لازم يخرجوا من الحاله النفسيه والمعنويه اللي هم بالرغم ان احنا بنقدر ان هم اللي كانوا في الموقف اللي بيكون في الموقف بيبقى مشاعره بيبقى او احاسيسه بيبقى حاسس اكتر من الناس اللي ما شافتش احنا شفنا في التلفزيون يمكن بس في الملعب وده كلام بيقولون في الحياه لازم تستمر لازم هم يحاولوا يخرجوا من الناحيه النفسيه والمعنويه اللي هم فيها بالرغم ان احنا بنقدر تقييم حضرتك ايه طبعا مفيش حاجه كده تستاهل التدريب وخرج حضرتك تقييمك طبعا رد فعلك عليه لا هو مش رد فعل هو الراجل طول عمره راجل محترم يعني مش عشان هو طلع وقابلنا يعني هو عارف ان احنا جايين عشان نقعد معاه ومع اللعيبه وبتاع فهو الراجل واقف في التمرين وطلع عشان احنا يبقى شيك هاند ونسلم عليه وبتاع ونقعد كلمه مع اللعيبه او نتكلم معاه ونتكلم مع اللعيبه هو الراجل كله كابتن بس اتكلمت معاه وما رحتش ورا بس لا انا بركات لسه ما بتكلمش انا فاكر ان على فكره ما بتكلمش انا ما بتكلمش حتى في التليفون بركات انا قلت سيب الامور اداره النادي الاهلي طبعا مش عاوز اقول ادرى مني لكن اداره ان احنا عندها القدره ان هي تقنع بركات لسه قدامه ممكن يدي كمان كتير يعني من الحاجات اللي انا كنت متوقع ان انا اشوف بركات النهارده اكلمه في الموضوع بس انا مش بس حضرتك اتكلمت عن كميه الكريات عدد الدوري او والله لا الحاجات دي